كنتش عايزة تيجي تقابليني؟ لا عندك حق وما اقدرش الومك. انا لو كنت بصحتي كنت جيت لحد عندك. انا دي اللي يرضيك يا نادية. يرضيني؟ اللي يعوضك عن اللي حصل. اذا كان على البيت البيت هيرجع تاني واحسن من الاول كمان. وابوي تقدر ترجعه تاني زي الاول واحسن؟ سكت يعني؟ مش هقدر ولا اي حد في الدنيا يقدر يرجعه تاني ولا حد يقدر يرجع شعره من راسه. بس لازم تعرفي ايه اللي عملته ده كان غصب عني. عقلي غاب عن الوعي ما دريتش من اللي بيحصل. ابوكي ده ما ماتش، انا مت قبل منه. ابوكي كان حته مني. مش هقدر اعوضك عن ابوكي. اتفضلي السلاح اهو، انا اللي بديهولك. دوس على الزنات واقتليني. بس قبل ما تقتليني هكتب ورقة أقول فيها إن أنا اللي قتلت نفسي. إذا كان دي هيطفن النار اللي جواكي أعمليها. أنا قدامك أنا دي. مستنيها إيه؟ أبوي مستنيها ايه؟ طب علي علي تعمل ايه يا مجنون؟ زينب ولا رتال ولا كريمة؟ لا مش حاجة يا رتال، بقت انت معاها زي ما انت عايزة، انا هبات في فندق. ماشي سلام. مفيدة. حسن اختفيت وما جيتيش ترد على التليفون. عرفت منين ان انا هنا؟ مشيت وراكي. بعد عني يا حسن، وانا مش عايزه منك حاجه. وانا مش هسيبك. وانا مش هنزله. مين قالي اني عايز كده؟ تعالي تعالي ما تخافيش. لا تعالي تعالي اركبي من المطره. بتعمل ايه عند الدكتور؟ كنت بتابع. ما كنتيش بتردي ليه؟ عقلي قال لي انك مش هتسيبني في حالي. خايفة مني وزعلانة. تكرهيني يا مفيدة؟ ككدابة لو قلت اه، وفي نفس الوقت مش مطمنة. طب لو قلت لك اني كنت بتصل بيكي عشان نتجوز؟ يدوب ككدبة جديدة. كدبة؟ أنا قاعدة معاك وعقلي عمال يودي ويجيب، وحاسة إنك واخدني دلوقتي لحتة مهجورة عشان تموتني. لا مش هيحصل. عايزني أكون صريحة معاك يا حسن؟ طبعاً يا مفيدة. أنا هتجوزك بس مش عشان بحبك ولا عشان عايزة أعيش معاك، لا
عشان خاطر ولدي ولدك، عشان مش عايزاه يطلع من غير اب، وعشان اكون امينه معاك كمان. انا عمري ما هنسى انك كنت عايز تموتني ورمتني في الشارع بين الحياه والموت. وفي ده انا انت اللي عملته كان قاسي قوي، بس هقول ايه، مش انت السبب، انا السبب. وانا خلاص ما عدتش عايزه حاجه، وهبقى صريحه معاك اكتر واقول لك ان انا كمان استاهل. انا صح كنت بحبك، بس برضك كنت طمعانه فيك، يعني مش انت لوحدك اللي عارف شيء حسن، انا كمان. ايه انت هتبكي ولا ايه؟ هاخد لك شقه من النهارده، هجيب لك خط تليفون، مش عايز حد يعرف نمرته غيرك. صح يا حسن؟ صح يا مفيد. يعني هنتجوز؟ ايوه. طب وريتال؟ مالها؟ لو عرفت. انا مش هقول دلوقتي، وانا ما يهمنيش حد يعرف. انا كل اللي يهمني ورقه رسمي تبقى في يدي، عشان ولدي يبقى ليها اب يعرف والناس تناديه بيه، حتى لو هتسيبني بعديها خالص يا حسن. بس انا مش هسيبك يا مفيد. طب في حاجات كتير لازم تعرفها. زي ايه؟ هقول لك عليها بعد ما نكتب الكتاب والورقه تبقى في يدي. الو، الشرطه معايا؟ في بلاغ من المستشفى؟ في ايه؟ في ايه؟ ازيك يا دكتور؟ الحمد لله تمام. ايه الاخبار؟ امورني خير؟ طمني، هي بخير؟ والله الحمد لله كويسة. يعني هتعيش؟ إن شاء الله هتعيش. يعني مفيش داعي نكلموا الشرطة. بس يا طال إناري، ولازم أبلغ الشرطة. لا لا لا، دي مسألة عائلية وإحنا إن شاء الله هنحلوها. أهم حاجة تقوم هي بالسلامة. بس إيه يا دكتور؟ هي فين؟ فين يا دكتور؟ اتفضل جوه، اتفضل جوه. تعالى معايا الموبايل، خد. شكرا. تعالى اتفضل. يا شمس يا حبيبتي، اهدي شوية. والله ما حصلش حاجة، اهدي شوية. كل الحكاية بس اللي هي تعبت شوية وفي المستشفى يوم أو اتنين وهتخرج، مفيش حاجة، اهدي بس. أشوفها. حاضر حاضر. أشوف، أسمع الصوت، أطمن عليها. اهدي بس شوية، اهدي شوية. لو حصل لها حاجة أنا هموت نفسي وهموت عيني. مروان، بدي ماتت، بدي ماتت. طمني عليها. اهدي اهدي. اهدي اهدي. أنا مش قادرة لما أشوفها لحمة ودم قدامي وأطمن عليها. أنا ما كانش قصدي أقتلها، هي اللي كانت ماسكة المسدس وهتقتلها بكرة، كنت بشد منها المسدس. خلاص ما كفاية بقى يا شمس، خلاص. يا ناجية. بكرة بكرة اسمعي اسمعي، بكرة هاخدك ليها، هاخدك ليها، ده وعد. هاخدك ليها. يلا تعالي 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 اقعدي. مفيش حاجة، خلاص ماشي؟ مفيش حاجة. ايدي شوية، خلاص بكرة بكرة هنروح نشوفها. ما كان في ايدك. خلاص بقى، انت هتقطميني؟ شيليه من دماغك خالص. بصراحة أنا شايفة إن هو مش غلطان. حالتي كانت وحشة قوي، والظروف اللي إحنا كنا بنمر بيها كانت صعبة. لا مش الظروف، أنت اللي عقلك وقتها قال لك خلاص، لا ده ما بقاش ينفع. انتي بس كنت عايزه تفصليه على مزاجك. حقها على فكره. انتي بالذات اسكتي وما تفتحيش بقك. ليه بقى ان شاء الله؟ علشان انتي انيل منها 100 مره. وانتي ايه يا ست زينب؟ ده انتي بالذات مالكيش عين ترفعيها فينا ولا تتكلمي. ايه يا ريتال الطريقه دي؟ انا بس بقولك عشان تبقي واخده بالك. هتبتدي بقى شغل النصايح والمواعظ ونسيتي يا اختي انك مرات العمده. انتي اتجننتي ولا ايه؟ لا ما اتجننتش، انا بس بقولك عشان تبقي واخده بالك. مش انا وشهد بس اللي من وجهه نظرك عملنا حاجه زفت، انتي كمان عملتي زفتين. يعني مفيش داعي بقى للنصايح والمواعظ بتاعتك يا ست زينب. انت عندك حق، وانا بقى عشان كده سبت كل حاجه وجيت. والله سبت كل حاجه وجيتي؟ ولا عشان مروان خلاص بخ؟ هو انت بتفكري في ايه يا زينب؟ انا بفكر بقى انه خلاص كفايه لحد كده، وانه على الاقل نعمل الصح. شهد تعمل زي ما عايزه تعمل وتفتح لها مكتب وتحاول تعمل لنفسها اسم. اما بالنسبه لك انت خلاص، ما انت اتجوزتي حسن. وانت ان شاء الله بالنسبه لك ايه بقى؟ هترجعي تشتغلي تاني ولا هتخطفي مروان من فريده وتبقي الزوجه التانيه؟ اصل انا نسيت اقول لك يا شاهد، الست هانم مروان عينه منها، وكان قلب الدنيا عشانها، وكان عنده استعداد يحرق البلد كلها عشان خاطر عيونها.
مش ده اللي بيعجبك يا ست هانم وبيعشش في دماغك؟ انت قللت الادب وانت كدابه ومزيفه. انا قلت اللي عندي وخلاص، وكل واحد حر في اللي يعمله. انت عايزانا نسيب حقنا يعني ولا ايه؟ في انا ما قلتش ان احنا نسيب حقنا، بس الحق لو هيتاخد بالطريقه دي بلاش منه احسن. ومروان ان شاء الله وعدك بايه؟ قالك روحي اضحكي عليهم وطبطبي عليهم عشان يتجوزك؟ يبقى اللي انا قلته هو الصح. ماشي يا عبد الحكيم، ماشي، اعمل ما بدالك، بس مش هتقدر عليا. عايز تكسر مناخيري وتجيب دماغ الارض؟ ده بعدك. لازم ارجع عمدة تاني. عثمان عمدة وطول عمره هيفضل عمدة. ويوم ما هرجع عمدة تاني مفيش عصفورة هتشرق وتغرب في البلد إلا بكلمة مني. أنا عمدة، عمدة، وهفضل عمدة. فاهم يا عبد الحكيم؟ فاهم؟ 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 عمرنا ما كنا كده. عمر زينب ما مدت إيديها عليا، ولا شهد هبت فيا، ولا اتخانقت معايا لدرجة إن كل واحدة فينا تقول للتانية كلام يجرحها. أنا مش مصدقة اللي بيحصل ده. فيها ريتال، حصل حاجة بينك وبين شهد؟ أقول له إن زينب مدت إيديها عليا واتخانقت معايا وضربتني بالقلم، ولا لأ؟ ما أنا لو قلت له كده ما هيصدق، وهيقعد بقى يقول ويعيد ويتكلم عن زينب وعن شهد، وأنا مش هستحمل. بس أعمل إيه؟ أنا عايز أتكلم مع حد، عايز أحكي وأفضفض وأقول على كل اللي تعبني. يا ترى يا حسن بتحبني ولا بتمثل إنك بتحبني؟ في إيه؟ قوليلي. مفيش، أنا بس يعني تعبانة شوية وبحلم أحلام مرعبة. ليه ده كله؟ هو أنت كنت فين؟ يعني إيه كنت فين؟ كنت مع حد يعني؟ لا، كنت في الفندق مش لاقي حاجة أعملها. ما صدقت إنك كلمتيني. عايز تفهمني إن أنت يعني كنت مستني تليفوني عشان تنزل تقابلني؟ آه طبعا. مش مصدقاك. ليه يا ريتال؟ عشان لو أنت كنت عايز تقعد معايا حسن كنت كلمتني وقلت لي انزلي نقعد في أي مكان نتكلم شوية، إنما أنت ما عملتش كده. ما تيجي نتفق. على إيه؟ أنا لازم أحس الأول إنك عايزة ده مني. ما تبصليش كده. عشان أعمل ده لازم أحس إن أنت اللي عايزة تقعدي معايا. لازم أحس إنك موافقة من قلبك على اللي أنا قلت عليه. أنا خايفة. ريتال خايفة؟ آه خايفة. حاجة غريبة دي؟ بصراحة صعب أصدق إنك خايفة. ليه بقى إن شاء الله؟ مش بني آدمة؟ بني آدمة وجميلة، بس مخك شغال 24 ساعة وما بيبطلش، عمال يلف ويدور حوالين نفسه وعايز كل حاجة بالطريقة اللي انت شايفاها واللي هو شايفها، وأي حاجة تانية لا. كلنا كده؟ آه كلنا كده. أنا كمان عايزك على مزاجي، زي ما أي واحد بيتجوز واحدة بيبقى عايزها على مزاجه، بس كل واحد فيهم بيحاول يقرب من التاني. وما تقربش انت ليه؟ اهو هو دي اللي مخليني متأكد انك بعيدة، انك دايما بتحسبيها. هتعملي ايه والمقابل بتاعه ايه؟ لو هتجربي لازم اللي قدامك هو اللي يبتدي، لو هتتنازلي لازم اللي قدامك يتنازل الاول. حق انا يا ريتال. انت عايز تقول يا حسن؟ يا ريتال انا جوزك، يعني لو ما حسيتيش ان انا حته منك يبقى كل اللي بينا ده وهم، هيكون كل اللي بيني وبينك مجرد عيل بنربيه سوا،
الحياة هتبقى مسخة ملهاش طعم، وهنعيش طول عمرنا كل واحد عايز ياخد من التاني حاجة يعوض بيها نفسه على اللي ما كانش لاقيه، والحياة هتبقى هات وبس. ياه، ايه الكلام الكبير قوي ده؟ انا معرفش ان انت فيلسوف قوي كده. انا كل ما افكر اتكلم معاكي او اقعد معاكي افتكر الطريقة اللي بتتكلمي بيها دي واقول على ايه؟ خليني مع نفسي احسن. بقى انا بكلمك عشان تيجي تقولي مالك، فيكي ايه؟ بحسبك حاسس بيا. اتريك بتقولي اي كلام وخلاص يا حسن. عشان مش مصدق كلامك يا ريتال. مش مصدقني ليه يا حسن؟ عشان مش انت يا ريتال اللي تخافي وتقلقي، مش انت اللي الكوابيس تحيرك تخليكي مش عارفه تنامي، مش انت يا ريتال. في حاجه تانيه حصلت وانت مش عايزه تقوليها لي، ولانك مش عايزه تحكي لي عليها وقلقان ان اعرف، ده بياكد لي ان انا بعاد عن محط. مروان، مروان يا حبيبي طمني، ناديه حصل لها ايه؟ انا عايزه اروح اطمن عليها. اقول لابويا الاول. والله ابوك مش هيرفض لما يعرف ان انا راح ازور ناديه، مش هيقول لا. قوم وديني ليها، مش عايز توديني يا مروان؟ ناديه غلبانه، ملهاش حد غيري، انا امها وابوها وعمتها كل حاجه ليها. سايقه عليك النبي يا اخي لا توديني. تسمعي، انا عايزك في موضوع مهم قوي. موضوع ايه؟ خير؟ زينب مالها؟ انا عارف ان وضع صعب دلوقتي، يعني وجود فريده واني كنت متجوز ناديه، بس ما تكملش. انت عايز تتجوز زينب؟ خلي بالك يا مروان، زينب بنتي مش زي اي حد وملهاش زي. عشان كده انا رأيتها. وانت كمان راجل وزينة الرجالة وملكش زي. انا ست واضحة وصريحة، والراجل الزين اقول له في وشه انت راجل زين، والراجل العفش برضو اقول له في وشه انت عفش ولا تسوى في سوق الرجال بصلة. انا عارفة ان نادية هي اللي خربت على نفسها، وعارفة ان انت ملكش ذنب. انا ست لفيت الدنيا دي كلها واتمرمطت، وعرفت اللي محدش يعرفه، وفهمت اللي محدش يفهمه، وعارفة كمان ان انت اتكعبلت في فريدة عشان انت كنت محتاج حضن تترمي فيه. فريدة بيضة وحلوة وبتلمع، عاملة زي عروسة المولد تزغلل العين، بس ما تخشش الدماغ وملهاش طعم.